ذكرت مصر في لبنان، وكنا عم نحكي سابقا ربطا بالتصريح وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي عن يعني النزاع القضائي المصرفي. هل ما نشهد اليوم هو يعني الجزء الأكبر منه أو سبب الرئيسي صراع أخير سياسي قبل الوصول إلى تسوية في هذا الملف، ولا نحن عم نشهد يعني بداية تهاوي كل شيء يعني ربطا بالأزمة الأساسية اللي اندلعت أو الانهيار الذي بدأ ما قبل 2019؟ خي أدم، ما في شيء اسمه التسوية. التسوية بدك تتفق، سمي لي من بدي بس احكي بهالعهد وما بنتقد حدا، سمي لي على شو اتفقوا ومشي الحال. على شو؟ على أوكرانيا مختلفين، على أوكرانيا مختلفين. سمي لي نحن اللي حاكميننا على شو اتفقوا؟ ما اتفقوا على شيء بعد لحد هلا، ولا ممكن رح يتفقوا. لك حتى مختلفين، ليش ما صدر القانون الكابيتال كنترول؟ ليه؟ لانه مختلفين. لا، لانه في عدد من النواب بهمه انه ينعمل، وفي عدد من النواب بهمه ما ينعمل. في مصارف طبعا، في مصالح طبعا، مصارف مصالح ومصالح في المصارف. وبدي اقول لك اكثر من هيك، اذا بتجي انت تعمل احصاء باسماء وهميه، ويمكن مرات ما تكون وهميه، بين 20 و30 و40 و50% من اسهم المصارف الموجوده بلبنان تتبع للسياسيين. كيف هذا؟ هذا بهمه لبنان؟ بهمه هالمصرف ما يروح، بهمه مصرياته طلعهم لبرا. اخر هم عنده لبنان، لانه هو بيعرف انه انا اليوم موجود سنتين ثلاثه وبعدين فلل، لا بدي اخسر املاكي واموال. ما في روح وطنيه، ما في محبه. لك ما بتفاهموا مع بعضهم. بدي اقول لك شغله، حتى تمشي الامور، وهيدي من الصعوبه تتمشي الامور، انا بنظري ما في شيء اسمه بهذا البلد من بعض الطائف، ما في شيء اسمه رئيس جمهوريه، ما في شيء اسمه رئيس حكومه، ما في شيء اسمه رئيس مجلس نواب. هالثلاثه هاو اذا ما بيتفقوا مع بعضهم تيتفقوا ويحكموا البلد، مش يتفقوا محاصصه اعطيني لا اعطيك، يتفقوا على مصلحة البلد، مش يتفقوا مثل ما اتفقوا على أيام السوريين بدون ما سميهم عملوا ترويكا. لا سميهم، عملوا الرئيس بري والرئيس الهراوي والرئيس الحريري، والرئيس الحريري عملوا ترويكا، مشيت بالحصص وبقينا ماشيين لهلا بالحصص. ما بيمشي بلد بالحصص، ما في بالمحاصصة، ما بتمشي. بدك تعمل محاصصة للوطن، بدك تشوف شو بيهم الشعب المعتر هذا. لك خي طيب، حتى لو ما كان معتر، انه انا رئيس حكومي بخدمه مين؟ انا رئيس جمهوريه بخدمه مين؟ بخدمه المواطن. مخي مش بخدمه اولادي وعائلتي وحزبي، مش مزبوط. ما طيب بتمشي. اذا بدك تعمل مقاربه او مقارنه بحكم اولا تجربتك في الدوله سواء في الوزاره وايضا في الاجهزه الامنيه، هل ما تمر به البلاد يشبه بظرفه الحالي اي من الظروف اللي سبق ومرق فيها على الاقل بحكم يعني تجربتك؟ يعني في شيء مرة قطع وضع شمبي، مش ضرورة عم نحكي عن الحرب الأهلية، بهذا السوق، بهذا التفكر، والله بهذا العظيم التهاوي. قطعت علي شغلة، أنا بحلف بشرفي، أنا عشت 75، كنت مخرج جديد 75، 15 سنة ما مرق علينا اللي عم يمروا هلا. يا محلى الحرب، ويا محلى الامتريس، ويا محلى التقنيص. لك شو اللي عم يصير هلا؟ إنه أنت بتتصور هلا طالعين بخبرية يعني ما عم بفهم، قال بيحددوا صغار المودعين وكبار المودعين، حددوا صغار المودعين ل 150 ألف دولار. هذا بيسموه، يا خيي أنا معي 250 ألف دولار، أنا من كبار المودعين. طيب بدك تشلي نصهم تعطيني الباقي؟ يعني داش تعطيني 75 ألف؟ طيب يا ريتني بسيجار المودعين. طيب اللي معه 150 بتقول لا بس حتى هيدي الوهم اللي سوق له غير قابل للتطبيق، على اعتبار انه حتى هؤلاء صغار المودعين بحسب تصنيفهم تقسط ودائعهم على مش بس هيك انه بالنهايه. طيب انا خيي معي هال 250 الف دولار معي موجودين، انا بدي اسال سؤال، اذا اخذت لي اياهم انا من كبار المودعين وانا لا عندي ضمان اجتماعي ولا عندي ضمان ولا عندي شيء، وهودي بعد 50 سنة انا صمتهم وحطيتهم بهالبنك، طب انا مين بيعيشني؟ طب السؤال اللي بزيده عليك، انا حتى لو ردوا لك اياهم وانت لا تمتلك اي من الضمانات الثانيه، من ضمان سوى، كيف بيروحوا؟ بعشو بتصرفهم على هول الخدمات؟ طبعا اكيد.
يعني ما بتعتقد وصلنا للسؤال لازم حتى نبلش نطرح وحاول أبعد من حقوق المودعين اللي هو مرتبط بحقوق المجتمع والبلد ككل، أنه البلد مش كلياته مودعين، يعني حتى على الورقة والقلم عم نحكي نحن بالجهاز المصرفي بال2018 كان في حوالي 2,700,000 مودع الشلفة من كبار إلى صغار إلى متوسطين، يعني البلد كله مش يعني نصه على الأقل غير موجود بالنظام المصرفي. مش موجودين؟ لا أكيد، لا أكيد. بعدين الخطورة وين؟ أنا بأكد لك من كل هالبنوك اليوم اللي موجودة ما بقى رح خليني أنا بتقديري يصفوا بعضهم، يعملوا هيكلة معينة، يجمعوا بعضهم، لأنه ما حدا رح يحط فرنك بقى عندهم، ولك دولار واحد ما في ثقة بقى بيننا وبينه من هلا لعشر سنين، ولا ممكن المواطن بعد يحط لك. حتى المغتربين اللي برا اللي حجزوا لهم مصرياتهم، حتى الأجانب اللي كانوا حاطين مصرياتهم هون وعم بيستثمروهم، مين بده يجي بعد بوجود هيك مصارف؟ يعني ما بعدكم عم بتدافعوا عنهم؟ يا خي ما تدافعوا عنهم، بس ردوا مصريات هالعالم، بس ما بتدافع عن يعني انا مسروق، خي انا امنت لك وعطيتك مصرياتي، انت وين حطيتهم؟ شفريني معي، بعتهم لمصرف لبنان ومصرف لبنان اعطاهم للدوله، انا معطر، طلعت بالاخر انه هذا المواطن هو المخطر، مخطي، حط مصرياته بهذا البنك. طب كيف تتوقع ان تنتهي هذه المبارزه بين المصارف والقضاء مثل ما بتصير دائما على اللبناني بيلاقوا مخرج؟ يعني كان في هناك محاوله من قبل الحكومه ولو نالت انتقادات عديده على امكانيه تدخلها بالقضاء، بس انه في احتمال من اثنين، يا اما يعني حدا بده ينتصر على الثاني، او مثل ما بيصير دائما على الطريقه اللبنانيه بيلاقوا مخرج او تسويه لانهاء هذا النزاع. في معلومات حول هذا الموضوع؟ ما في، ليك ما في مخرج، المخرج بده يكون مع المواطن، لازم يفترض مع المواطن، او بتجي بتوقف على خاطري وبتقول لي كيف بترد لي مصرياتي او بدي احرق لك البنك، ينقوا، ما تقول لي انا ثورجي اليوم، ينقوا، وانا بعرف شو بده يصير. شاركنا، بده ينحرق البنك؟ هلا اكيد، هلا ناطرين تشوف، عم بيضحكوا عليهم انه انا عامل لكم كابيتال كنترول، هذا بيطلع نعطيك الصغار الودائع، وهذا ناطر المعتر ايه رح يردوا لي مصرياتي؟ لا يا حبيبي ما رح يردوا حدا، واذا بدهم يردوا لك يوم بدهم يقسطوهم لابن ابنك، فاذا من هلا اكتب وصيتك وحط المبلغ اللي معك اياه حطه لحفيدك اللي بعد ما خلق. ما بعرف إيه، انا من يسمع هذا الكلام من قبل المصارف بيقول انه فنتحملوا المسؤوليه، بيقول انه هذا عم بيساهم ب يعني تدمير هذا القطاع. دائما هلا صار في التفريق بين انه يعني مش اصحاب بنوك، نحن عم نحكي عن قطاع المصرفي ككل، يعني هذا الكلام بيأذي القطاع وبغض النظر اذا بيأذي اصحاب البنوك. ليك بدي اقول لك شغله، اذا بقي القطاع موجود وانا مصريتي ما وصلوا لي، يروح انا يروحوا مصرياتي مع البنك، اخر هم هيك بيقولوا المواطن. يا خي علي وعلى اعدائي يا رب، يعني انه هو يبقى وانا مصرياتي يروحوا، شو له قيمه؟ يروح هو وانا. لك انه بدك تقول لي انه البنوكي ما معهم هلا، طيب وقت اللي عملوا، بس انا بدي اعطيهم ذكرهم بشغله وحده، وقت اللي عملكم الهندسه الماليه قديش ربحتوا؟ ردوهم ال 7 مليار اللي اخذتوهم من مصريات الناس، ربحتوا 7 مليار، حاطينهم برا، ثلاث ارباع مصرياتهم محطوطين برا. لك يا خي اذا انت عم تجبرني حط وبتعمل دعايه، كانوا يعملوا دعايات يا لطيف، حط بهذا البنك وهو ارباحنا، كانوا يطلعوا بارباح حتى كذب بكذب، مثل ميزانيه اللي كان يبعثها مصرف لبنان كلها كذب بكذب، والحق على مجلس النواب المتعاقبين من 20 سنه لهلا ولا يوم سالوه لحاكم مصرف لبنان. طب ما بقى في مفوض حكومي على الاقل موجود، حتى ما تحسب حدا، انه خيي فرجينا، الدوله لها 80% من الارباح، وين نهار سنة بيقول لهم ربحنا 80 مليون، سنة بيقول لهم ربحنا 15 مليون، سنة بيقول لهم انكسرنا، لك كيف الحكي؟ يعني عن جد مش مقبول، دولة فاسدة، وأنا بقول حتى ساكتين مشتركين معه، وإذا انكمش انخمش. طب إذا انكمش أنت لك، أنا قلت له أنا ما بحب إنها تطلع القرعة بفرد واحد، بس الوحيد هو اللي معه مفتاح حاكم مصرف لبنان رياض سليم. إذا انكمش حاكم مصرف لبنان بده يقر، وإذا قر زيح من الطريق، ينفضح الجميع، ومن بعد انفضاح الجميع ما بعرف شو بيصير على الأرض، لأنه مثل ما قلت لك كلهم عندهم جيشهم وشعبهم وقضاءهم والبدك إياه. هذا بلد إذا بقينا هيك، إذا بقينا قلت لك الأمل الوحيد أنك تعمل انتخابات،
إذا بقينا هيك والله ما بخوف، بس ما كنت حابب احكي هيك، بس كان لازم كل العالم تعرف انه هذا البلد لن يستمر بقى هيك. ما في شيء اسمه بلد عندنا.